هذه كذا تعال 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 جلسي جنبك جلسي جنبك الحرب قريب عندنا مننا واحنا ميتين جوع لا في عندنا مساعدة ولا في عندنا أي حاجة إلا إذا إحنا على البحر ده ما يقصروش أدم جهلية بكون بحر يشقوق كل مكان يضارب كامله يبكون ما هناك تحيد الطائرة يرد جريم يبدو هرابة مفشولين يبقوا ما تحلم بيوتهم سمتين بس احنا ما نستلمش زي التغذيات دي، يعني القوي قاله والضعيف ما قالهش، يعني في ناس يعني لا يوجد عندها شيء في بيوتهم، يعني رحت انا للحسيه مره محل المنظمه هذه، يا جماعه الخير روحوا يعني شوفوا الناس في بعضهم قالوا شنصال لنا سنتين شنصال لحين. غالبا اولا يعني يكون البيئه نفسها اللي عايش فيها الطفل، يعني الام نفسها اصلا تعاني من سوء تغذيه، وبالتالي الطفل يعني كنتيجه لذا الشيء يعاني من سوء تغذيه. فننشئ الاوبئه، الامراض المنتشره، يعني الازمه اللي تمر فيها، يعني غالبا الطفل يعني ما بيلقاش الغذاء الكافي، ما بيلقاش العناية الصحية، يعني لما يتعب الأهل يعني عشان أزمة المصاريف وذي الأشياء يتأخروا على بال ما يوصل لنا يعني في المستشفيات، فبالتالي وصلنا في المرحلة المتأخرة، يعني وصل لمرحلة